مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة مسائية جديدة في أهم مناطق الشعبية بلدية الدار البيضاء، باش تشوفوا مدى التزام البيضاويين بالحجر الصحي وأصحاب المنطقة جوج. بقاو معنا في هذه الجولة هذه. أيوب إن شاء الله فين الوجهة؟ درب السلطان. غادي نشوفوا درب السلطان ومجموعة من الأحياء الشعبية. بقاو معنا. مرحبا بتعليقاتكم، حنا هنايا باش نتفاعلوا معها. عطاك أيوب بالوجه لي كومونتير. وعليكم السلام خويا يوسف. وعليكم السلام. عندنا واحد اللي على مستوى سيدي عثمان، عرفت كل يوم نشوفو حتى نسقو الطريق على حسب البشر. تحية لخالد المزقودي، شكرا اخويا على وفائك وتفاعلك الدائم معنا، وتحية كبيرة للناس ديال درب الطلبة. كنشوف الكومونتير ديال مريم، انا من سلسلة جديدة، تحية كبيرة للطاقم ديال شوف تيفي، الله يكبر بك مريم اختي. تحية خاصة لجمهور سلا والرباط والمغاربة كاملين فيما كانوا، كيفما كتشوفوا حنايا في البرنوصي، ياك الطريق هذا الثاني. برنوصي، حنايا في البرنوصي. واش غادي تمشيو للزيرو كات؟ زعما سباتة ولا واحد إن شاء الله. البورغون اكيد جولتنا متواصله، غادي نقربوكم من اهم الاحياء الشعبيه. بقاو معنا، حنا هنايا باش نشوفوا مدى التزام الكازاويين. التزام الناس بالحجر الصحي. البروسي كتبان لنا تبارك الله المنطقه هادئه، برغم ان حنا في حي زعما اللي كيعرف واحد الرواج كبير وعدد كبير من السكان. اجي شوف درب السلطان اخويا على. مرحبا اخويا، مرحبا. الله يعاونكم، شكرا بزاف فاطمه اختي، شكرا. انا كنسكن في البرنوصي، نتوما حدا الدار. تبارك الله عليك خويا وائل. تحية كبيرة للناس ديال المنطقة واحد، معنا أم لوجين كتقول تحية كبيرة للناس ديال المنطقة واحد. شوف كما كنأكدو عليكم وكنعاودو نأكدو، الواحد يلزم البيوت ديالو، يلزمو الحجر الصحي، وأبقى قد ما فات وإن شاء الله الأمور كلها تمشي مزيان. حنا حاولنا نقربوكم من الأزقة ديال البرنوصي باش نشوفو الأجواء، واش الناس داخلين أولا. الحمد لله البرنوصي هادئ، الناس داخلين، كل شيء الامور على مهوره. الحمد لله كما كتشوفوا البرنوصي احنا يا رب الازقه، هاد الازقه راه ما نقولكمش كيفاش كيكونوا بلا حجر صحي، ولكن الحمد لله انتم على المباشر. كنقربوكم من الاجواء، اسمحوا لي كنقرب غير باش نقدر نتفاعل ونقرا لي كومونتير ديالكم. علاء خويا علاء، سمح لنا عبسين عليكم كومونتير كيمشيو بواحد السرعه كبيره. رد لي اخويا شكون؟ تحيه خاصه، وبغيت نعرف شكون كيمشي بكم. عندنا السائق ديالنا ايوب هو اللي معنا، هو اللي قربنا، تشكي لوجيستيك هو اللي
مسؤول عليه باش يحاول يوصلنا وبلا بهم شوف اي عنصر فهو مهم. الحمد لله احنا يا شباب وكنتعاونوا بيناتنا، لو كان مثلا ما كانش معنا عيوب ما يمكنناش نوصلوا المعلومه بسرعه. فتحيه كبيره للطاقم كامل، حنا بمثابه واحد المؤسسه اللي كل واحد كيقوم بالدور ديالو من اجل ان نوصلكم المعلومه ونقربوكم من الحدث. فهي مدرسه صراحه. شكرا اخويا علي، الله يكبر بك اخويا، الله يكبر بك. فين نتوما دابا؟ حنا باقيين على مستوى البرنوسي في اتجاه درب الشيطان، مورا نشوفو سيدي عثمان. بقاو معانا، مرحبا بتعليقاتكم، حنا هنايا باش نتفاعلوا معاها، مرحبا بها. انا كنشوف كاع لي كومونتير الحمد لله. طلع المولاي رشيدة على اخويا، الناس خارجة، حنا غنمشيو للمولاي رشيدة، غادي نمشيو، غير بقاو معانا. تحية ليك من الحي المحمدي، درتو خدمة كبيرة في هاد كورونا، الله يكبر بك مريم خسي، الله يكبر بك. شكرا خويا انس، شكرا. اجل سباتة عفسي دربنا، الحمد لله كلشي داخل، داكشي اللي بغينا، داكشي اللي بغينا لالا. ام اسامه كتقول لي على جبتينا ملي درتي الكاميرا الخفيه في مصر، الله يكبر بك اختي، شكرا لتتبعكم لينا. حنا هنايا باش ندلو افكار ونحاولوا نقربوكم ونرضيوكم، حنا هنايا باش نرضيوكم. الله يكبر بك ام اسامه، الله يجعل لك الخير يا ربي. انايا كنحاول نتفاعل مع لي كومونتير ديالكم، الا بغيتونا نجيو لشي منطقه بغيتونا نقولو شي حاجه مرحبا بتعليقاتكم، حنا هنايا باش نتفاعلوا معاها. نتوما في اسفل البلاصه،
حنايا في طريق عين سبع، في طريق عين سبع ان شاء الله. عبد اللطيف الراجي، السلام عليكم وتحية لكم، كنعرف الاخبار غير عندكم، الله يكبر بيك اخويا. ياسير شنو عليك ياسين البلغيتي، عافاك قرا الكومنتير ديالي انت اخويا ياسين، انا قريت الكومنتير ديالك. واش كتقدروا تمشيو المغرب كامل؟ وي مريم اختي اكيد، حنايا عندنا مراسل الحمد لله في المغرب كامل وخير للمغرب، فالحمد لله طاقم كبير، طاقم شاب اللي كي جد والتهد باش يقربكم من المعلومه كامله وبادق تفاصيلها. على عفاك جير مولاي رشيد، واخا لينا واخا عفاك، الا عندكم شي وجهه تفاعلوا معنا، انا تنقرا لي كومونتير ديالكم، كنقربكم حنا كنتقاسموا سيدي مومن عين السباع المنطقه الصناعيه. فقربوا ناس انتوما شنو البغيتي بغيتي نجيب لهم، تفاعلوا في الكومونتير شوي، لاننا هنايا تنقرا كاع لي كومونتير، انا عندي تليفون اخر في يدي تنقرا به لي كومونتير. طلع دوار بيه سيدي مومن، اكيد احنا سيدي مومن غادي ندوزو على دوار ربي. مولاي واخا انا في دبي، ما كرهتش كون كاينه شفت في دبي. الله يكبر بك اخويا، الله يكبر بك ان شاء الله ان شاء الله. علاش لا، الا عندكم شي حاجه تبغوا تقاسموا مع المغاربه فمرحبا بكم، تقدر ترسل لنا فيديوهات من تما، وعندنا فرص عندنا مراسلين من تما، ما عندناش مراسلين في دبي، اكيد الا عندك شي فيديو ارسل لينا اخويا. طريق السلامة، الله يكبر بك اختي خولة. سفيان نتوما قرابين العين الصق، واجيو لحي الفرح، واخا كاع هاد البلايص راه حنا كنحاولو نتنقلو ندير الدار البيضاء، وهاد الشيء ماشي غير في كازا، فالمراسلين ديالنا في جميع رجاء المملكة كيحاولو يقربوكم من أهم الأحداث المواقع، بقاو معنا المعلومة ما غادي تلقاوها غير عندنا. شدري مرحبا بكم، حي الفرح سباسة 04 عين سبع، حنا في عين سبع اخويا، حنا في خسينا جنات، حنا في عين سبع عفوا. شكرا اخويا علاء على المجهود ديالكم، مرحبا مرحبا سيدي. احسن مراسل، شكرا خويا ياسين، الله يكبر بك. اجي عندنا الحمارة، حي المسيرة جوج، يمكن هما لي زونفيرون ديال مولاي رشيد، عرفت على مستوى الطريق ديال التراموي، عرفت فين. مساء الخير على انايا من الامارات، كنطمن على بلادي منكم، الله يكبر بيك والله يردك ان شاء الله على خير لبلادك، الله يردك على خير. اليوم صدمتونا بالحريق اللي كاين، اكيد انا في هذه اللحظات اللي انا معكم لايف، الجملة ديالي كاينين على مستوى
نواحي مدينة الدار البيضاء واحد الحريق كبير كيف محطة الهيدروجين. نكركم تبعتوا لي لايف اللي واقعة أو شنو واقع تما. فين هو غادي؟ حي محمدي. احسن مراسل طب شكرا خويا عبد الطيب الله يكبر بيك. شكرا سيمو الله يكبر بيك ان شاء الله. قيس حي السدري سندري نسيت قناه صباحيه اجي لحي السدري مرحبا بكم وما قلتيش يا شكرا. شكرا نقرا السميه. شكرا خويا عبد الرزاق. عبد الرزاق معايا ما عرفتش شكون يقولها بنت كيقول لي قريتي حي السدري مرحبا بكم وما قلتيش يا شكرا. شكرا اخويا عبد الرزاق ولا معايا ما عرفتش شكون ولد ولا بنت. جا عندنا الغبيله غبيله المقبره سيفير هنا الحي محمدي. احنا على مستوى الحي محمدي كي كتشوفوا مشينا لعين السباع مشينا للبرنوصي الحي محمدي الحمد لله الجهه كما كتشوفوا على المباشر في الناس حتى الطوموبيلات قلال. الناس اللي مثلا خارجين للضروره القصوى هما ما كاينينش في الطريق. احنا حدا الديبو القديم تبارك الله عليكم راكم متبعين معنا الحمد لله. حتى اللي فيكم هنايا ما خارجينش الناس اللي يمكن نقولوا خارجين الضروره والقصوى فحتى هما ما خارجينش فما بالك الناس عاديين. فالحمد لله الحمد لله هادو بشائر الخير ما بقى قد ما فات ما بقى قد ما فات. نصبروا ونزيدوا نصبروا. كنقرا الكومونتير ديال حمزه زروقي كيقول لي السلام علاء خويا بغيتك تعاوني ساعدني خويا مسدود وبغيت نهضر على هذه القضيه. خويا حمزه خليني نعافاك ميساج في لاباج اوفيسيال كاين ديال الموديراتور ديالنا اللي كيوصل لنا الرسائل اللي كيجيو من عند المتابعين ديالنا وهكذا نقدروا نتفاعلوا معاها. مرحبا بك اخويا. واش علاء كتهضر على الحريق ديال بورسيد؟ تماما تماما اختي حليمه. واش انت اللي كنتي الصباح في مرجان؟ ايها اخويا انا اللي كنت في مرجان. شكرا اخي كملوا. نخبي معنا بعد الفطور بلا بكم ما كناش نعرفوا اشنو كاين هنايا. الله يكبر بك الله يكبر بك اخويا. خويا ولا اختي سمحوا لنا مع هنايا في الطريق ما قدرتش نقرا شكون صاحب هذا التعليق هذا لانه شي سبيل باش نخش. أسامة أحسن مراسل تبارك الله عليك فينا احنا في حي محمدي. سلام دخل قرب مولاي الشريف احنا فيها سيدي احنا فيه ما طلبتي غير الموجود. الحمد لله كل شيء ناعس الحمد لله اخويا. إيمان قالت لي سيدي باش هو هذا اختي هو هذا. نتوما حدا الدار مرحبا بكم الله يكبر بك. حنا هنا خدامين بقى سيدي بدارك وتفرج فينا قام دارك تحياتي شفتي بيه. شكرا خويا جمال شكرا لتفاعلكم كيف ما قلت لكم وغنأكد ونزيد نأكد بقاو في ديوركم التزموا بالحجر الصحي الحمد لله ما بقى قد ما فات. تحية لدوبو ربي معاكم. تقدر تحيي حنا ماشي مشكل كناخذ الحالات كنتوافقوا تقدر تتصل اخويا الا عندك شي مداخله تفدي كاين بلاصه نتا. حنا في الحي محمدي درب مولاي الشريف في اتجاه كاين اتجاه ديالي الروس نوار الروس نوار الروس نوار
راك عزيز والله. الله يحفظك اختي ايمان، الله يكبر بيك. عرفتي كتكتبوا لي جيموتيكون كياخذوا اسباس كبير في لي كومونتير، ما كيخليونيش نشوف لي كومونتير ديال الناس. لا امكن تكتبوا كومونتير بلا جيموتيكون باش هكا نقدر نقرا كاع لي كومونتير ديالكم. دلتو من حدا الدار، واش نتوما هما حنايا، هما حنايا اختي وداد، هما حنا اختي، هما حنا. بارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه. شكرا ابو الحسين، ربي معكم، الله يحلى يخطيك. شكرا، شكرا لدعواتكم، شكرا لهذه، احنا ولينا عائله واحده، وحنا من شحال هذه احنا عائله واحده. شكرا لكم. واش جيتوا على قبل شي مشكل ولا غير بغيتوا توريونا؟ لا حنايا هنايا كنقربوكم من جوله من الاحياء باش نشوفوا واش الناس ملتزمين بالحظر الصحي. هذا هو الهدف اخويا، هذا هو الهدف. واش مشيتو البرنوسي؟ كنا فيه، هو اللي بدينا منو لو لايف. الله يوصلكم على خير. شكرا خويا سيمو، الله يكبر بيك. ما غاديش البرنوسي كيف ما قلت لك اخويا، راه حنا كنا في البرنوسي، كنا في البرنوسي، مشينا لعين سبع الحي محبادي درب ولا يسريب روس نوار، هاد المناطق كامله راه كنا في لايف، كنا لايف فيها سيدي. الرقم الله يجازيك، الرقم غادي تلقاوه في لاباج. انا غادي نقول لكم الناس، الناس اللي كيقول الناس شنو هو لو فيكس ديالكم، راه تقدروا تلقاوه في لاباج فوق في كونتاكت، كتلقاو لادغيس وكتلقاو الرقم ديال التليفون. مرحبا باقتراحاتكم التقنيه، كلنا اذان صاغيه لكم. دونك السيده اللي طلبات مني الرقم ديالنا، فالرقم ديالنا هو 05 22 99 63 34. هذا هو الرقم الفيكس ديالنا، فالناس يبغيو يتواصلوا معنا أولا الموقع ديالنا www.wahedshooftv.ma، ولا صفحتنا الفيسبوك راه نتوما معنا فيها دابا. الوغ متابعينا الأوفياء، حنايا غنكونو وصلنا لنهاية الجولة ديالنا، على أمل أن نتلقى بكم إن شاء الله من دابا شوية في أخرى. تحية لكم، شكرا لوفائكم، شكرا لتفاعلكم معايا، فالحمد لله حنا ديما قرابين لكم وحنايا على قبلكم. شكرا لكم، تلاقاو من دابا شويه، تبقاو على خير. استاذ سمير الله يخليك لك، شكرا لكم.